السلام عليكم ورحمة الله. أنا شاب من مدينة مكناس، جيت اليوم باش نناقش معكم المشاكل ديالي اللي كنعانيها في وسط هذه المدينة، اللي هي إرث ونزاع على واحد الإرث اللي هو عبارة عن فيلا كتواجد في طريق مولاي إدريس في المدار الحضاري في الشارع، اللي عبارة عن 280 متر اللي تتكون من طبق سفلي وعلوي جاهزة بكل المقاييس، اللي جات واحد العمة ديالنا اللي كدعي أنها شرات هاد الفيلا من عند الأم ديالنا، والمدة ديال 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 العقد اللي هي كتوجد على المدة ديال 6 أيام باش شرات هاد العقد، وهاد العقد هذا اللي بعت لها فهو عبارة عن عقد حاليا عندنا عليه نزاع في المحكمة عند قاضي التحقيق. علاش؟ لأن هاد السيدة هادي دعت على أنها شرات داك العقد، هو عقد المزور. علاش؟ حيت مشينا عند العدل كنستفسرو على الطريقة ديال هاد البيع ديال هاد العقد اللي هو لقيناه، على أن داك العدل كيقول لك على أن هاد السيدة هادي ما عمرها جات لعندو ولا عمرو تلاقى بها ولا عمرها كتبات عندو شي عقد. وحنا الله يجازيكم بخير كنلتجؤوا للسلطات المحلية وكنلتجؤوا للقضاء وكنلتجؤوا لقاضي التحقيق وكنلتجؤوا للسلطات كاملة برئاسة صاحب الجلالة الملك نصره الله على أن الحق ديالنا يتخاذ. رحنا ضايعين، رحنا ضعنا في حقنا، رحنا تشردنا للزنقة، رحنا يا ولينا معرضين للتشرد مع هاد السيدة هادي اللي هي نصبات واحد النصب اللي هو خطير على الام ديالنا، اللي قالت لك بعت لها المده ديال البيع والموت ديال الام ديالنا هي عباره عن 6 ايام. 6 ايام عباد الله، والام ديالنا كانت مريضه مرض الموت، طايحه الفراش، عاجزه على الهضره، عاجزه على الكتابه، عاجزه على على على, 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 على اي حاجه باش ديرها، لان كان فيها مرض الخبيث اللي هو مرض الموت، مرض السرطان، كانت ناعسه، عاهه مستديمه. عندنا بان العدل كيقول لك اودي انا هاد السيده هادي ما عمري تلاقيت معاها اولا تلاقينا بها اولا كتبت لها شي عقد اولا جات لعندي اولا هذاك السينياتور ديالي انا اللي في العقد. عندنا بيان سور عندنا الوثيقه، الا طلبوها مني الناس نوريها لهم. انا عندي جميع الوثائق والادله على ان هاد السيده هادي مزوره داك العقد، بناء على على على, على الشكايه اللي درنا لقاضي التحقيق وقبلها، وبناء على العدل اللي درنا له استجواب عن عن, عن عن طريق عن طريق رئيس المحكمه اللي عطانا الامر باش نستوجبوه واستوجبناه، وقال لنا بان هاد الناس هادو ما تيعرفوهمش، ما عمرو تلاقاهم، ما عمرهم جاو عنده للبيرو، ما عمرهم كتبوا عنده، ما عمرو نجز لهم شي عقد البيع. وفوق هادشي هذا كامل عندنا مع نزاع في المحكمه ديال ابطال العقود، عندنا مع عند قاضي التحقيق نهار 21/9 هنا بمدينه مكناس كاين الشكايه اللي دايرينها عند قاضي التحقيق، وبان السيده كتدعي على ان شاريه هذا العقار ب 30 مليون. واش عباد الله كاينه شي فيلا في طريق مولاي إدريس في الشارع 280 متر اللي تباع ب 30 مليون؟ كيف يعقل؟ كيف يعقل فيلا في هذا الحجم ديال 800 او 900 مليون في الشارع؟ في الشارع كاين تما عمارات زوني موبل. دابا الادب هذيك الفيلا الوقيته اللي حنا ساكنين فيها راه تعطات فيها 900 مليون وما بغيناش نبيعوها حيت حنا كنا وارثين، وهي كانت كتصاوب هذا الشيء هذا وكانت كتقاد هذا الشيء هذا وكتبرك هذا الشيء هذا، وهذا الشيء هذا يلاه علمتنا به يلاه ما كملاش دابا حتى 4 شهور. وهذيك الفيلا اللي حنا دابا اللي عندنا عليها النزاع جات في موقع استراتيجي، في موقع اللي حدا العماله ديال مكناس، اللي هي منطقه سياحيه حداها لي زوتيل، حداها الشركات، حداها يعني باش تلقى واحد لومبلاسمون ديال ديك الفيلا في ديك المستوى وفي ديك البلاصه واش ديال 30 مليون؟ هذيك راه ب 900 ومليار وجوج المليار وما تلقاش داك لومبلاسمون. هذيك الشي راه تجي فيها سفاره، شي سفاره على كملها تجي في ديك الفيلا اللي هي شاريها ب 30 مليون اللي كدعي على انها شراتها من عند الام ديالها. وحنا الام ديالنا مشات للطبيب، دينا حنا بيدينا للطبيب وحطيناها في الطبيب وتوفات في الطبيب، وملي توفات بجلطه دماغيه، يعني كان عندها مشكل خلل في العقل. كي غادي دير تسني هذا العقد؟ كي غادي دير تكتب هذا العقد؟ والعادل اللي ساني الاولاني على هذا العقد مات سجين في الحبس على تزوير عنده اشكال، والعادل الثاني عنده عقوبه العزل على تزوير عنده عقوبه تاديبيه وحكموا عليه بالعزل باش ما يبقاش يزاول المهام ديالو، لان عندهم بزاف ديال الشكايات من عند الناس. وحنا كنطلبوا من السلطات المختصه كيف ما تنقول ديما، وكنطلبوا من صاحب الجلاله نصره الله واياده لاعلى سلطه في هذه البلاد باش يشوف من الحاله ديالنا، وتكون الايادي امنه على هذا الملف هذا ديالنا، وما تكونش ايادي خافيه على هذا الملف هذا ديالنا، وما يكونش
فيه من غير الحق والا الحق، وحنا راه غير مطالبين حق. الله يجازيكم بخير الا ما شوفوا من الحاله ديالنا، وطبقوا معنا المسائل اللي تكون في اطار القانون. وفي الاخير تنشكروا السلطات المختصه وتنشكروا القضاء ديال مدينه مكناس اللي حنا مأكدين وعارفين بلي غادي ينصفنا وحقنا غادي يرجع لنا بالوثائق اللي عندنا وبالادله اللي عندنا. وتحيه لرجال الامن والسلطه الاهليه والقضاء وجميع المنابر الاعلاميه اللي وقفات وسهرت معنا على هذا الملف. وهذا الملف هذا الله يجازيكم بخير، راه كاين مساله ديال الوقت باش تكون فيه الحكم وباش يبت فيه القضاء. فاحنا عارفين القضاء ديالنا النزيه بمدينه مكناس، لا من قضاة ولا من امن ولا من سلطات محليه. فكنشكرهم جزيل الشكر، وكنعرفوا على ان ما ضاع حق من ورائه باطل.